كارثة بقرب محطه ولاد زيان ولا قوة شيء اندلاع حريق مهول في سيارة وكذلك في الامام ديال هاد الشاحنة الكبيرة هنا من قرب محطة الطرقية ولاد زيان. كما تلاحظون اندلاع حريق مهول داخل السيارة اللي كتركن في هذا المكان هذا وكذلك في الامام ديال هاد الشاحنة هذه. يعني السيارة يعني تفحمات على الاخر ديالها، لم يتبقى منها الا لا شيء، يعني صح التعبير، يعني ما بقات حتى شي حاجة في هاد السيارة هذه. يعني كما تلاحظون اندلاع حريق مهول كما حكاو لنا الناس، يعني لولا التدخل رجال الوقاية المدنية اللي حضروا في عين المكان لكانت الكارثة عظمى وعظمى. يعني اندلاع حريق مهول فهاد الشاحنة الكبيرة، وكما كتعرفوا يعني الحمد لله، يعني لو ان النيران التهمات يعني الخزان ديال الوقود ديال الشاحنة لكان الانفجار خطير وخطير جدا. الحمد لله يعني تم السيطرة عليها من طرف رجال الوقاية المدنية اللي حضروا المكان يعني على وجه السرعة وقاموا بالعمل ديالهم، وتم الإخماد والإطفاء ديال النيران اللي كانت مشتعلة في السيارة وكذلك يعني في المقدمة وشيء من الخلف ديال هاد الشاحنة من نوع الحجم الكبير. غادي ناخذوا الآراء ديال الساكنة ديال هاد المنطقة هذه اللي غيحكيو لنا تفاصيل وغيحكيو لنا السبب الرئيسي وراء هاد الحريق. اليوم معنا الساكنة ديال هاد المنطقة اللي كلها كتحصر يعني وعندهم ما يفيد في هاد القضية هادي. اليوم غادي يقولوا لنا شنو السبب الرئيسي ديال هاد الحريق هذا. السلام عليكم الإخوة الكرام، الحمد لله على سلامتكم انتم، يعني ساكنين هنايا الحمد لله ما وقعت شي حاجة. احكيوا لنا شنو واقع، اعطونا ما يفيد، شنو السبب الرئيسي في اندلاع الحريق في الشاحنة وكذلك يعني في السيارة. السبب الرئيسي اخا هو الطوري تحط طونوبيلة، أي طونوبيلة تجيبها تحطها لنا هنا، هادي هي البلاصة الطونوبيلة الثالثة اللي تحركت هنايا، هو السبب. يجيو الشمكارة، يجيو دراوة، مؤخرا ولا يجيو دراوة، هذا هو المشكل ديال السبب ديال الحريق. السلام عليكم سيدي. يعني انت يعني من الساكنة ديال هنايا، انت يعني من الغيورين على المنطقة، احكي لنا شنو واقع، ماذا وقع هنا؟ خويا حنا ما حضرناش، وإنما السيد كان كيصور من هنا شافهم حتى الناس خارجين من وسط الطوموبيل فاش دازت بها العافية. احكي لنا من هنا دوك الأفارقة. هذا كنت هذا كان ترونكيل أصاحبي، هذا كنت كان كالم من أحسن المناطق في الدار البيضاء اللي كانت معروفة بالكالم. عرفتي شنو هي كالم؟ راه كنا واقيلا حنا ملي كنا باقيين صغار هنا كنا كنتبنى الطوموبيل كنخرجوا كنتبعوها في الزنقة. شي حاجة عمرنا ما شفناها، ودابا ولينا صاحبي كنخافوا ندخلوا ديورنا. انت بلاتي يا صاحبي، بلاتي بلاتي، انت دخل معايا هنا اجي اخويا شوف واش هادو ولاو دايرين لنا العشاش هنايا. انت العشاش فين ساكنين؟ هادي راه دار ديال السيد، هادي راه دار ديال السيد، السيد هذا راه ساكن هنا، دايرين لي عشاش في الباب ديال الدار ديالو. تيخرج شي حاجه هذا راه باب ديال الدار، هذا باب ديال الدار، باب ديال الدار كيدخل راه هو سدو مسكين. ها هو شوف قاعد ندخل البلاصه هذه كامله تخنزوا، هذيك كيبقاو كيبولوا هنايا فين كينعسوا. صور شوف شوف شو حوايجهم فين مليوحين، راهم مبقيناش اخا كنبقاو راحتنا في هذا السيكتور هذا، مبقيناش كنقدروا نعسوا. وانت يجي دابا هذا السيد مولات الشركه هذه، هاي كاميرا شاده ديريكت سمو معانا صح راهي باش نعرفوا السبب الحقيقي ديال الحريق هذا. وراه الناس الا بقاو بحال ما كاين ما داروش معاهم شي حل، راه كنوا في شي كارثه خايبه هنا، راه غادي والله حتى نرجعوا معاهم للعصر الحجري. لا ركبوا في الله السيوف والزراوط، لا راه ماشي صحي الفرح ولا عيط اخا ولات كتقول لك ساعات. قلت هذا راه ولاو كيدخلوا لنا الدروبه لداخل، راه ولاو كيدخلوا لنا الدروبه الدروبه واش من حجر وحجك قدام الدار رحشومة. دابا هنا الستراجم هادو فين كيشوفوا الستراجم هادو، الستراجم كيشوفوا هنايا كيشوفوا كيوقف كيقول هنا الناس هادو مالهم، ماشي بنادم هادو، ماشي سكان هادو، هادو ما يخافوش على راسهم يعني واش كانوا كيبيشوا يعني في هاد السيارة؟ كيباتوا في هاد الطوموبيل، الطوموبيل كانت هذه اكسيدون تاع الطوموبيل وكتبقى محلولة كيباتوا فيها. هاد الطوموبيل راه ديجا اكسيدون محطوطة هنايا، السبب ديالها هو الطولي وكتبقى هنا محطوطة حتى كيدخلوا كيباتوا فيها. راه تجي هنا بالليل شتي تجي مع 10 الليل غتلقى صف من هنا ترجع ناعسين هنا، غتلقاهم هنا ناعسين ما تبقاش تدوز على رجلي. راه بزاف انت يعني من الساكنه ديال هنايا، وحكي شي لينا يعني عرفت لانه انت من الساكنه ديال هنا باب دارك هذا. اه نعم هادشي انا دابا خويا انت عينا معاهم، راه ولينا كنخافوا منهم
راه تقريبا 20 30 واحد انا كيطيبوا هنا كيقولوا لينا هنا ودايرين لينا حاله المخزن كيدوز ما كاين حتى حاجه شكون اللي غيحمينا من غير الله والله اخويا هو اللي حامينا في هذه البلاد كيفاش غنديروا مع هاد الناس كذا دار مع واحد كيخرجوا لك 10 عندهم السيوف عندهم كل شيء هنا محطوط اش غديروا معاهم اخويا خرجوا ولادنا نمشيو للحبس هي هادي غنمشيو للحبس اخويا حتى اللي خرجونا عايشين فيه واش ترى الحبس مولينا عايشين فيه واش ملي كتجي ما كتدخل للدار ما كتبقى الحبس مولينا عايشين فيه والله اللي الحبس حنا ولينا عايشين في الحبس حنا في ديورنا ما كنخرجوش اصاحبي ما تتشدك غير خنقابل الليل حنا قابلين تبغى تخرج تنفس ما عندكش والله لا خرجت خايف على راسي ولا بغيت تخرج خاص تزبعك ساموراي تم غادي يحطو فوق كتفك وخارج تيهضر معاك شي واحد يلا راه بزاف والله بزاف الدري مسكين هذا عامين هو كيحط الكاميو ديالو هنايا عامين هذا شنو المصير ديالو دابا مع حكمته هذا هو الصائق ديال الشاحنه شنو الصائق ديال الشاحنه اخويا خويا قدر الله وما شاء فعل بعد هذه اول حاجه غادي نقولوها يعني انت تحسرتي ملي لقيتي الشاحنه ديالك يعني هذاك الشيء اللي كاين ما لقيتش ما نعتق فيك ولقيت ما نعتق انا نعتق جاو دقوا عليا مع السبعه الصباح خرج كنجري كنلقى العافيه شداد تفرقيع صافي ما كاين ما تعتق حول ولا قوه علاش كترجع يعني هذا السبب الرئيسي ديال هذه الاندلاع ديالك خويا الافارقه ديما كيجيو هنا كيريحوا كيطيبوا الدري قبيله قال لي راني شادهم في فيديو كانوا مخشين في الطوموبيل ما عادش كيتكيفوا ولا ما عادش كيديروا واحد الدري اخر حتى هو داز من هنا مع السته الصباح قال لي راه كانت معاهم دريه كاع ياه هذا هو السبب الرئيسي اما راه عامين وانا كنحط الكاميرا ما عمرو هذا ولا مفرش تاع الرمو هذاك الكاغيط راهي راهي غير راهي حيد ما تحترموش غير جلده راهي شي وجه خير جلده تشوف الكارطون فين كاين شوف ها هو راه كاين هنا ها الكارطون ديالو الشوايه هما البوز ديال الماء ديالهم فاش كيشربوا هالشوايه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الحمد لله غير ملي ما كنتيش انت تكون تقدر تكون مثلا نعاس او متكيف هذا هو المشكل يعني راه ممكن الحمد لله ملي ما تفرقعش الريزيرف يعني الحمد لله قاعد الاكسجين راه ديجا الفازرو جوج داروا انفجار خايب والله فرقعوا الاخرين عاوتاني والله كنت تفرقعوا ولا بقى واحد هنا بالله لا حول ولا قوة راه قالوها الصباح شفتي اللي قال لك سبحان الله ما تفرقعوش راه الحمد لله مني ما تفرقعت صح لا ودا قال لي خرجونا بديورنا قال لي خرجوا خرجوا الناس هاد السكينه خرجوا والله الا خرجونا بالله خرجونا كتسد العافيه قال لي خرجوا لبرا باش ما تخنقوش العافيه راه كانت غدا تشد هنا الشاشه هنا غدا كريم كريم تعاود ما كنتش شداها شنو شدد هنا والله لا طرد طرد ديك العافيه شد هادشي كامل الحمد لله على لطف الله الحمد لله الحمد لله ديال الخيط الله ما يرضي الثوب راه هو كل ساعه مهددين اخويا ما عمر هادشي وقع في الحياه ديالنا يعني شحال من سنه سيدي وانت ساكن هنا؟ راه اكثر من 70 عام 70 عام وزياده وحنا ساكنين هنايا ما عمر هادشي وقع لينا في حياتنا ما كاينش ولينا كيفاش نديروا الله اعلم ما تسخر بخاطرك ما تخرج بخاطرك ولينا نصيفط ولادنا يتسخروا ولينا خايفين ولادنا نقولوا لهم ما تهضروش معاهم راه غيتقتلوا معاكم كيفاش غنديروا ما نعرفها ما عرفناش كيفاش هذا الحال هو هاد الافارقه منين جاو كيفاش داروا لهم الله اعلم اخويا باش تعرف بان الكارثه هما السبب الرئيسي راه بحال الوقيته راه كتلقاهم مكسلين هنا حتى واحد ما كاين راه ما واحدين مسكين حتى واحد ما كاين حتى واحد هذوك يلاه دابا جاو هذوك راه ملي كنا بدينا في دابا راه ما كانوش ما كانوش يلاه تسكاو راه هما السبب الرئيسي حيت حتى واحد من قبيله فاش وقع المشكل هنايا حتى واحد ما كان بقى كيدور فيهم هنا كلشي هربوا كلشي زادوا بحالهم الله غيبداو يتموا جايين دابا هما جايين من هنايا الله غيبداو يتموا يجيو يدوزوا من هنا هاد الناس هادو يديروا معاهم شي حل قبل ما تنوض شي كارثه يمشيو للشارع هاد الشارع هذا الشارع المحطه يشوفوا الناس اللي كيبغيو يمشيو للمدارس ديالهم راه كيتمحلوا الا بغيت تداول ديك المدرسه ولا شي حاجه حتى المشكل شكرا ما عرفناش اش غندير لا حول ولا قوه هشام يا خويا بخير بقيت عندنا حتى الصحه اللي نضربوا معاهم ولا نديروا معاهم شي كيفاش الله اعلم اخويا ما عرفناش راهم هرسوا لينا القاصدين راهم ضربوا ب 10 هرسوا قرن والله تهرسوا بالله راه السلام هرسوا لنا القرن بالحجار
انت شنو سمعت؟ جاي كيتمنظروا انت دايرين زين. الحمد لله على كما تلاحظون هي الحاله الكريشيه ديال هذه السياره هذه والشاحن الشاحنه هذه اللي احترقات على الاخر ديالها من الامام. حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه للناس اللي كتسال على هذا الشيء هذا يعني في قرب المحطه الطرقيه ولا زيان لان المتابعين الكرام الى اللقاء في مباشره.